بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدي قناة الأسري الكبير، هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا جدا، موضوع يدل على أن المصريين القدماء كانوا مخترعين فعلا، وهم فعلا اللي أسسوا كل ما نعيش فيه الآن سواء مصر أو العالم كله، وأن المصريين القدماء هم اللي اخترعوا كل حاجة في حياتنا المستمرة لحد دلوقتي. يعني حاجة كبيرة جدا جدا جدا، احنا عارفين أن المصريين القدماء هم من أقدم شعوب العالم، كانت أيامهم في حضارات فعلا يعني موجودة، كانت هناك حضارات في آسيا، حضارات شرق كما نعلم، وحضارات جنوب أوروبا وما إلى ذلك، لكن شفنا أن المصريين القدماء هي الحضارة اللي كانت كبيرة أو الحضارة اللي كانت صامدة. حتى دلوقتي يعني بنشوف أن الأثار اللي خلفها المصريين القدماء هي الموجودة أو هي الأهم في العالم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم زي ما أنا قلت، موضوع يعني أثار جدل كبير السنوات الفاتت. أنا شخصيا بيعجبني البحث في تاريخ الفراعنة وفي البحث في حضارة الفراعنة في مثل هذه الأشياء، فأنا قريت يعني بعض المقالات عن هذا الموضوع وشدني، وأنا قلت أني لازم نعمل حلقة في قناة الأثر الكبير عن هذا الموضوع. في المتحف المصري بالتحرير نموذج لطائر يشبه الطائرة، يعني نموذج كده زي الطيارة بالظبط. النموذج ده يعني كلنا بنهتم ان احنا نعرف ان هل النموذج ده هل هو طائر ولا طائرة. طبعا بالطبع ان قرينا كل الاراء اللي قالت في هذا الموضوع قبل كده، وشفنا وطلعنا على كل اللي تم كتابته قبل كده. يمكن بدأ الاهتمام بهذا الموضوع في الثمانينات، لان يعني استدعى الامر او استدعى الموضوع انتباه عدد كبير حتى من رواد الفضاء، حتى من الباحثين والدارسين وما إلى ذلك، لأن الموضوع يعني زي ما احنا شايفين كده ده نموذج لاختراع طائرة من الطائرات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ودي مش بعيد على المصريين القدماء. أنا بالنسبة لي كأسري يعني ممكن أصدق فعلا أن المصريين القدماء كانوا بيحاولوا أو اخترعوا الطيارة. يعني أي حد يدرس تاريخ الفراعنة، يدرس حضارة الفراعنة، يتعمق فيها يعني من عشرات السنين زينا كده، أي صدق أي حاجة الفراعنة عملوها. الناس اللي بنت مقابر في الصخر تحت الأرض في الصخور بأربعين متر، بنت معابد في الصخور لما كان يعني هناك مفيش طبعا آلات لهذا الحفر العميق في الجبال. الناس اللي حفرت مقابر عدة تحت الأرض بعشرات الأمتار، الناس اللي بنت أهرامات يعني زي الأهرامات الجيزة على سبيل المثال، أهرامات دهشور، أهرامات أبو صير، شو الهرم الأكبر، إحنا العالم كله بيتغنى بالهرم الأكبر، العالم كله بالطبع يعجز على بناء هرم مثلا على سبيل المثال الهرم الأكبر. فبالطبع أنا نفسي أصدق أن المصريين القدماء كان عندهم محاولة فعلا لاختراع طائرة، لأني أنا لما بصيت على هذا النموذج مثلا على سبيل المثال، يعني أنا كوجهة نظري أو كرأيي فعلا النموذج ده مش نموذج أو مش رسمة لطائر. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي ده مش طائر خالص. الطائر طبعا يمكن لو شفنا الطيور عند المصريين القدماء، يعني يمكن يعني كتير من أنواع الطيور عند المصريين القدماء كانت موجودة، لكن هل هذا الطائر مثلا يشبه أي حاجة من هذه الطيور؟ طبعا بالطبع لا. المصريين القدماء كان أيامهم الطيور كتير، وكان أيامهم حتى الأوز زي الأيام دي اللي موجود عندنا، لكن هل النموذج ده لو بصينا عليه ده نموذج يعني طائر أو أحد الطيور؟ أنا عن نفسي أعتقد إن لا، دي محاولة فعلا لاختراع طائرة، وإن المصريين القدماء ربما يكونوا عندهم كانت المحاولة. ليه؟ لأن المصريين القدماء يعني بيحبوا دايما يمثلوا الملوك وهم يعني في حال الطيران مع المعبودات في العالم الآخر. تاني حاجة كانوا دايما بيمثلوا بعض الحيوانات بطيور مثلا تطير، بعض الأشخاص بأجنحة من الريش، بعض الحيوانات بأجنحة من الريش. يعني فكرة الطيران احنا شفناها موجودة عن المصريين القدماء، يعني الفكرة كانت عندهم موجودة، وده كان منذ أقدم العصور. عشان كده ربما تكون المحاولة دي يمكن تكون لاختراع طائرة فعلا. النموذج ده تم اكتشافه في مقبرة حول الهرم، هرم زوسر المدرج في منطقة سقارة، ويرجع إلى 200 سنة قبل الميلاد، يعني في أواخر العصور المصرية القديمة. يمكن كان
ينتمي إلى العصر البطلمي أو كان الوقت ده في العصر البطلمي، لكن موجود في مقبرة مصرية في منطقة سقارة، وده إن دل يدل على محاولات مصر القديم في اختراع الطائرة. طبعا لو بصينا على بعض الآراء، هناك بعض الأبحاث اللي قالت إن ربما يكون ده اختراع طائرة، وجات بعض رواد الفضاء، يعني لما شافوا رواد فضاء وخاصة كان مجموعة أمريكية شافت هذا النموذج، وطبعا أقروا كلهم إن ده لا يمكن يكون رسم طائر، لأن احنا عارفين الطائر لا يعني الطائر ليه يعني جسمه معروف، لكن طبعا النموذج اللي قدامنا ده جسمه مش جسم طائر خالص. شوف الأجنحة عاملة ازاي، لو بصينا على الأجنحة بتاعته ده مش أجنحة رسم الطائر، كمان الديل بتاعه شوف ده ديل طائرة بالظبط، يعني الديل من ورا ده زي ديل الطيارة بالظبط، كمان المقدمة زي مقدمة الطيارة بالظبط، يعني دي مش رأسه، كمان مفيش رجلين. أنا من وجهة نظري فين الرجلين بتاعته؟ لما درست الموضوع وشفت صورة طيور في مصر القديمة كلها وشفت النموذج ده، يعني بالطبع أني بعد ما فحصت الموضوع وجدت أن ده لا يمكن يكون بالطبع أن يكون نموذج لطائر، وإنما هو نموذج لطائرة. يمكن كانت بعض الآراء عند اكتشاف أو عند الاهتمام بهذا النموذج، يمكن كانت هناك بعض الآراء في الأول كانت بتقول أنه ربما يكون دي أداة طقسية يعني تشبه الإله حورس يعني صقر، لكن بعض الآراء كانت بتقول لا ده ربما تكون يعني مثلا نموذج لطائر، ربما يكون كان أيام الفراعنة بالشكل ده، وبعض الآراء قالت أني ربما يكون فعلا نموذج لاختراع طائرة. يعني آراء كتير الأول في الحقيقة اتقالت في هذا الشأن، لكن يعني من فترة الثمانينات بدأ الاعتكاف على دراسة أو البحث في أصل هذا الموضوع أو البحث في هذا الموضوع، ولما جم رواد الفضاء كلهم وخاصة زي ما أنا قلت الأمريكيين، ويمكن الدكتور فاروق الباز اهتم بالموضوع ده وبدأ، وكانت هناك مجموعة معاه من الأمريكان من رواد الفضاء وما إلى ذلك، وأقروا فعلا أن ده يعني مش من السهل يكون نموذج لطائر، بل إنه محاولة لاختراع طائرة، وخاصة زي ما أنا قلت إن المصريين القدماء كانوا بيهتموا بالطيران، بيهتموا بيمثلوا الملوك زي ما أنا قلت كده، بيمثلوا الملوك أو بيتصوروهم إن هم في، ولو إن كان ده تصور أو تخيل، بيتصوروهم هم بيطيروا أو يعني لهم أجنحة بيطيروا مع المعبودات في العالم الآخر. وكما ذكرت في الأول أن هناك أبحاث كتير تم عملها في هذا الموضوع طبعا، وأشارت جميعها أن ربما يكون هذا النموذج هو نموذج لطائرة فعلا. بيعتمد أصحاب هذا الرأي ليه؟ واللي منهم رأيي أنا كمان، يعني أنا مؤيد هذا الرأي فعلا، لأن إحنا لو بصينا على شكل جسم هذا النموذج هنلاقيه انسيابي يشبه جسم السمكة مثلا، على سبيل المثال يشبه جسم السمكة بعض الشيء، كمان الأجنحة بتختلف عن أجنحة الطير، تاني حاجة إن هو ماليش رجلين زي الطيور، بعد كده موضوع الديل، الديل ده زي ديل الطائرة بالظبط. يعني احنا لو بصينا على تركيبة هذا النموذج مع بعضه كده نشوفه زي يعني انواع بعض الطائرات، يعني بعض الطائرات شكلها فعلا بهذا الشكل. وطبعا عكف بعض الباحثين على عمل بعض النماذج لهذا الطائر، وطبعا منهم زي ما احنا يمكن عرفنا في ألمانيا مثلا على سبيل المثال وكالت ناسا، الناس كتير يعني عملت في اشتغلت في هذا الموضوع، وصنعوا مثلا يعني ذات مرة صنعوا نموذج مكبر لهذا الطائر يمكن أكبر منه 4 أو 5 أو 6 مرات، وطبعا يعني دفعوه كده ودار فعلا بعض الأمتار، لأن بالشكل ده زي ما أنا قلت كده ده شكل طيارة مش طائر. يعني وكتير من الأبحاث في الحقيقة، يعني ملخص القول في النهاية أقدر أقول أن المصريين القدماء فعلا ربما يكونوا هم أول الشعوب اللي فكروا في اختراع الطائرة، أو ربما يكون المصريين القدماء قد اخترعوا الطائرة ولكن ليس بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، لأن أنا قلت أن أصحاب هذه الحضارة اللي نحتوا في الصخر المقابر دي، اللي بنوا الأهرامات والمعابد دي اللي صامدة، اللي عملوا عملية التحنيط، بالطبع أن لا نستبعد
ان هم يكونوا اخترعوا الطيران، لكن احنا ما وصلناش فعلا، لان المصريين القدماء كانوا بيعملوا نماذج للحاجات اللي في حياتهم. يعني مثلا ازاي؟ يعني اي حاجه مثلا في العالم الاخر، يعني احنا لقينا النموذج ده زي ما انا قلت في مقبره. المقابر طبعا كانت بتحتوي على كل مكان الانسان يستخدمه في حياته، ويوضعوا له يتم وضعه ليه في المقبره عشان يشوفه تاني في الحياه الاخرى، لان المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا اعتقاد كلي وجزئي في الحياه بعد الموت. فكان الإنسان لما بيموت بيحط له كل حاجة عشان يفتكر لما يصحى، يفتكر حياته اللي كان عايش فيها في الدنيا ويشوف كل حاجة حواليه. فأنا أعتقد أن ربما يكون المصريين القدماء اخترعوا فعلا الطائرة، وإن كنا يعني ما لقيناش ما عصرناش على الطيارة طبعا لحد دلوقتي، لكن طبعا النموذج، وضع النموذج بهذا الشكل في المقبرة معنى كده أن المصريين القدماء توصلوا إلى صناعة أو إلى اختراع الطيران. أنا أعتقد أن هذا هو، إن كانوا المصريين القدماء لم يتوصلوا فعلى الأقل من وجهة نظري أن هو يكون محاولة فعلا جادة لاختراع الطائرة. طبعا ودي مش جديدة على المصريين القدماء، المصريين القدماء اخترعوا حاجات كتير، اخترعوا الأسلحة، اخترعوا السفن، اخترعوا السفن اللي احنا هنتكلم عنها في حلقة ايضا، اخترعوا السفن وشفنا السفن في ايامهم وموجودة لحد دلوقتي قدامنا، وموجود نماذج ليها وجدناها في المقبرة، فكانت كل حاجة في حياتهم بيعملوا لها نماذج. فانا اعتقد ان كان المصريين القدماء فعلا لم يتوصلوا، دي بتكون محاولة جادة فعلا لاختراع طائرة من قبل المصريين القدماء. بكده نكون انتهينا من هذه الحلقة اللي ادينا فكرة فيها عن صناعة أو اختراع أو محاولة المصريين القدماء لاختراع الطائرة.